في ساعات مبكرة من صباح اليوم شهدت وحدة إنتاج الجبن والقشدة الطازجة بملبنة نوميديا بقسنطينة حريقا مهولا مس مختلف المعدات والأجهزة، حيث امتدت ألسنة اللهب لتمس الأسقف بأكملها. ولولا تدخل وحدات الحماية المدنية لكان حجم الخسائر المادية أكبر. الحريق اندلع بالوحدة لإنتاج القشدة وأيضا لمخزن خاص بالتعليب والتغليف. الأول مساحته 700 متر مربع والثاني مساحته 400 متر مربع. الخسائر لحد الساعة غير متوفرة لدينا، سأوفيكم بها لاحقا. أما فيما يخص الأسباب فالمجهولة تبقى مجهولة. وفيما لم تؤكد أسباب الحادث بعد، رجحت إدارة الملبنة أن تكون شرارة كهربائية قد مست أسقف الأميونت القديمة، وأكدت على أن الحادث لن يؤثر على توزيع مادة الحليب. كبوسكي دو لي باش نطمنوا المواطن برك في مدينة قسنطينة، مع باتصال مع لو جروب جي بلاي، وين أعطى أمر لي تروا ليتري دو لاست عنابة سطيف باتنا اللي الكوطة تاعينا تاع 160 ألف، دونك راح نقسمها على 3 فيل. تجدر الإشارة أن ملبنة نوميديا تعد عصبا حيويا في تزويد المواطن بمادة الحليب.